دكتور، دلوقتي بما ان حضرتك بقى معانا عايزين نستغلك النهارده. اتفضل تمام. كان في خسوف يوم 26 مايو 2021. صحيح الخسوف الكلي دوت ما حصلش للقمر من يناير 2019. صحيح ايه مدى تأثير الخسوف ده على الابراج برج برج؟ نعم، الخسوف طبعا أستاذة إيمان هو له تأثير قوي جدا، خصوصا إذا كان كلي الجزئي بيكون تأثيره ضعيف، أما إذا كان كلي بيكون طاقته أخر أكتر، وزي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخسوف والكسوف آيتين من السماء، تأثيرات سلبية أحيانا بتكون قوية. زي ما قلت لك كلمة، كان الخسوف تأثيره كامل، تأثيره بيقعد زمان، وتأثيره ممكن بياخد قبل بخمسة أيام وبعد خمسة أيام. الذروة بتاعته ب26، تأثيره الناس ممكن تكون هنا في فوضى، في عصبية، في الحيوانات، حتى الحيوانات ممكن يضلوا طريقهم في البحار، السمك في البحار بيضل طريقه في توتر، في فوضى، في ارتباك بفترة الخسوف أو الكسوف. طبعا الخسوف هو كان كلي في برج القوس الناري، اللي عامل له أصعب كان برج هو القوس، واللي قصاده لبرج القوس هو الجدي، اتنين كانوا عاملين شوي التوتر. طبعا وباقي الابراج عاملين كمان توتر. على سبيل المثال يعني فرضا هلا بنقول بدايه الحمل كان عنده شويه توترات، يعني بشكل عام هو الابراج كلها كانت حالته النفسيه تعبه، في ناس قعدت تعيط بدون سبب، في ناس كان عندها مشاكل، في ناس اتوترت في البيت على اي اتفه الاسباب، صار في خلاف او مشاكل او مشكله معينه. يعني هو هذا اليوم كان خطر جدا، طبعا تاثيره لغايه 2/6 لقدام شويه لسه، طبعا بقى شوي بيهدى تاثيره شويه شويه. هلا على سبيل المثال الحمل كان انه الحمل عنده مشاكل في موضوع السفر البعيد، مش بنصح كان فيه يسافر، هذا اليوم مش مناسب للسفر، ممكن يتاجل يتعطل او شيء باوراق رسميه، واذا عم بيشتغل فيها ممكن تعصلجت الامور في هذا اليوم، كانت الامور مش حلوه عنده. على بنيجي على برج الثور كان تاثيراته في موضوع الفلوس، يعني ليه علاقه بالشراكه، اللي كان عنده شراكه عمل شخص او بشاركه بعمل او بقصه او بشيء من ميراث، ممكن هي الفترة كانت مش مناسبة أو صار عليها خلاف، مشكلة الفلوس بهذا اليوم خلاف على ميراث أو على شيء من هذا الكلام. الجوزاء كان تأثيرته في الوضع الزوجي مع زوجته مع أولاده، على صعيد العاطفي، على صعيد كمان العقود العمل، هذا الأمر والعاطفة بشكل عام هذا اليوم كان كمان مش كويس على موضوع الأسروي العائلي لبرج الجوزاء. نجي على برج السرطان، كان عنده مشاكل في عمله مع زملائه بالعمل أو مديره في العمل، كان مؤثر الكسوف عليه في مشاكل في عمله أو بهالأمور هاي أو بموضوع صحته، يعني صحته كانت مش مريحة. السرطان كان طبعا متأثر، الله يعينه، يعني السرطان لأن عنده كمان المريخ متراجع وهابط، عامل له مشاكل من المريخ ومن الخسوف القمر، صار عنده الدبل، عامل له مشاكل أكتر شيء السرطان كمان بموضوع إنه كمان عنده موضوع، لا عفوا السرطان كان بالعمل، سوري السرطان بعمله. هو عموما السرطان حساس في حساس كل جدا، حاجة. حساس لأن كوكب القمر والرومانسي جدا حساس. نحن قلنا الجوزاء في مستوى العائلي، اما السرطان كان في موضوع العمل وسمعته وزملائه بالعمل او مديره في العمل وصحته. بنيجي على برج الاسد، كان عنده مشاكل بالخسوف، تاثيره مع اولاده اللي متجوز، اولاده كان تعبينه او عنده مشكله مع الاولاد، او من الناحيه العاطفيه كان مش مريح جدا في موضوع الاسد. العذراء كان عنده مشاكل ضمن الاسره في البيت، كمان مع مامته مع الاسره او بموضوع عقارات، في موضوع السكن او العقارات، بيع وشراء كان هذا اليوم مش مناسب او كان صار عليه خلاف في هذا اليوم بهالامور. ممكن بنيجي على الميزان، كان عنده شيء بحوادث الطرق، يعني ممكن لا سمح الله عنده الميزان، كان اذا عنده عربيه صار عنده حادث او فصلت العربيه معاه، او ما مش بنصح في هذا اليوم بيع والشراء، يشتري عربيه او يبيع عربيه، هي الفتره هذا اليوم كان مش مناسب كمان لبرج الميزان. بنيجي على برج العقرب، كان عنده شيء يتعلق في الفلوس كمان، وشيء يتعلق بالاكل بالطعام، يعني كان هذا اليوم كان مش كويس عنده، ممكن اكل معين تاثرت معدته عليه، او كان عم بيرمي كلام مش منطقي، يعني مش مريح كان. القوس طبعا هو كان الدرجه الاولى، من بعد العقرب القوس، عشان الخسوف الخسوف حصل عنده، عنده. نعم. هو الجدي، هو الجدي، القوس كان اكبر متاثر بالموضوع، الجدي بموضوع الشيء خفي كان مؤامره عليه، او اصدقاء بتامر عليه، او شيء خفي كان عليه، او شيء من الماضي انتكش قصه قديمه عملت له شوي ممكن مشاكل. هو الجدي عمال على بطال الثلاث ايام اللي فاتوا دول، عمال يعيط من غير سبب. ده سبب الخسوف، نحن لسه داخلين في تاثيره، والله اعلم واعلم طبعا. بس والدلو كان عنده قبل الاخير، القمر كان في الدلو. نعم ايوه القمر كان في الدلو صحيح. ده معنى ايه؟ القمر وقت بيكون في الدلو بيكون حلو، يعني
بيعطيه بيكتسب القمر حلو للدلو، بيعطيه الحظوظ، بيقعد يومين ونص تقريبا القمر، كل برج كل يومين ونص بينتقل لبرج. وقت بيقعد القمر في البرج حلو، وقت بكون قبله في برج يعني في الجدي، كان في الجدي دائما القمر قبل ببرج الثاني، يعني هلا انا الدلو، اذا انا برجي الدلو وقبل بيوم كان في الجدي، الدلو بيتاثر صحيا بتعب شوي دائما. بس القمر قبل ببرجي، يعني انا حمل برجي قبلي حوت، لازم الحوت، انا وقت تكون القمر في الحوت بتاثر صحيا، وقت بدخل للقمر لبرجي برتاح وبتعطيني طاقه ايجابيه. هي وقت تكون حركه القمر في الابراج. طبعا كان الدلو متاثر بالخسوف بموضوع الصداقات ومشاكل الاصدقاء، وكان عنده عدم تحقيق الامنيات، يعني كانت اموره يعني متمنى امنيه بس كان هذا اليوم كانت ما تحققتش معه، او صار عنده خلاف في هذا الامر ومشاكل مع الاصدقاء خصوصا الاجانب، ممكن كان مع ناس اجانب او اصحابه كانت مش مريحه. الحوت الاخير كان متاثر اكثر حاجه في السمعه والسلطه، يعني سمعته حد شوه له سمعته، حد ممكن تخانق كمان مع مديره بعمله او بمركزه في المجتمع. هي تاثيرات الخسوف كانت على كل الابراج. هنا ده ما فيش برج سلم، بس انا شايفه ان معظم المشاكل كانت عائليه، يعني طبعا عائليه وحالات النفسيه، يعني استاذه ايمن حالات النفسيه كانت الناس مش مرتاحه، مش يعني حتى يعني نحن بننصح في الخسوف والكسوف دائما، يعني هي على طول وقت نسمع خسوف وكسوف ننصح بعلم الطاقه اللي انا دارسها كمان، انه الشاور ميه وملح اهم حاجه في هذا اليوم، ونتصدق يعني اي شيء نتصدق عليه مبلغ معين، والصلاه والدعاء ده من اهم حاجات الخسوف والكسوف نعمل الطريقه دي. طب الخسوف ده هيفضل مؤثر، او الكسوف ده هيفضل مؤثر لحد امتى؟ هو لفتره ما يعني ممكن تاخد شهر اكثر او شهرين، يعني لا شهر شهرين بس، هو يعني بيخف بقى تدريجيا، بس هو الذروه كان ب 26